خير حاليا في منطقة كاشوستو في حي يمرة. طبعا احنا في الدور السادس الان في عمارة داخل مجمع سكني. طبعا كل العمارة فيها تقريبا 10 ادوار، كل دور فيها شقتين وعندنا مصعدين في العمارة. هذه البوابة الرئيسية مثل ما انتم شايفين، تشطيب جميل جدا، تناسق الالوان. اول ما ندخل على يسارنا مباشرة عندنا الصالة، مساحة الشقة 150 متر مربع، عبارة عن 3 غرف صالة فيها 3 دورات مياه، تقريبا 3 بلكونات. هنا عندنا الصالة مثل ما انتم شايفين، مساحة جميلة. طبعا هذه الواجهة الأمامية إطلالة كاملة على البحر والمدينة، إطلالة كاملة على البحر والمدينة. الشقة داخل كامباوند سهلة الوصول لها. نشوف البلكونة، هذه البلكونة الأمامية. مثل ما تشوفين المساحة، وعندنا هذه الإطلالة من البلكونة، إطلالة بانورامية على البحر. طبعا داخل كامبون مثل ما ذكرت لكم هنا موقع السيارات، وعندنا جلسة عائلية ومدخل خاص بالمجمع، فيها بوابة إلكترونية. منطقة كاشوستو هذه الإطلالة. طبعا البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ. نشوف المطبخ الآن، شقة مساحتها 150 متر مربع. هنا عندنا المطبخ مثل ما شايفين، هذا مخرج البلكونة. دواليب راكبة جاهزة. هنا عندنا دورة المياه البولة انتم كرامة. طبعا هذه، وهنا عندنا دورة المياه الثانية ايضا جاهزة. هنا عندنا غرفة، الغرفة الأولى. هذه بلكونة خلفية طالعة الغرفة. عندنا هنا الغرفة الثانية أيضا مساحة طيبة. وعندنا هنا الغرفة الثالثة اللي هي الغرفة الرئيسية. طبعا لها بلكونة جانبية صغيرة وأيضا دورة مياه متكاملة. هنا عندنا الشاور مثل ما انتم شايفين، هنا الكلوزيت. هذه بلكونة صغيرة جانبية. الشقة داخل مجمع سكني، مواقف سيارات، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، إطلالة كاملة جميلة على البحر والطبيعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.